مساء الخير محمد، أهلا وسهلا بك. أيضا فعلا نحن الآن في مقر إقامة المجموعة الثانية، وأيضا يتواجد معي اللاعب عبدو عطيف. أول شيء رحب فيك لاعب المنتخب السعودي، مباراتكم مباراة يوم الغد، مباراة مهمة وافتتاحية لبطولة كأس آسيا، كيف هي الاستعدادات لهذه المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة هذه الحلوة، وأحيي الزملاء في قناة الجزيرة الرياضية في الاستوديو. الجميع يعرف يمكن أهمية دائما المباريات الافتتاحية، وحتى أثارها دائما على الفريق، يعني في البطولة أو أي دورة يشارك فيها. فهي أنا من وجهة نظري يعني ممكن تعطيك ثقة بالنفس، تعطيك ثقة كذلك بزملائك اللاعبين، تعطيك انطباع أنك عندك الإمكانية والطموح، ممكن عندك أو التصورات تزيد مرحلة بعد مرحلة. غير كذا أنه تعطيك شخصية وهيبة للمنتخب، يعني لما تقدم أداء جيد مع نتيجة تعطيك شخصية وتعطيك هيبة، ممكن أن الجميع يحسب له ألف حساب، زي ما حصل أمس المنتخب الأوزباكستاني اللي ممكن تغير حتى صورة المنتخب الأوزباكستاني، تغيرت بعد مباراة الافتتاح. فهذه الأمور كثير يعني نطمح لها يعني من خلال مباراة الافتتاح. بالنسبة لنا النقطة الأهم ولا يعني اللي في الدور، يعني احنا قاعدين يعني نسعى لها إن شاء الله بكرة، اللي هو كيف نفوز ونحصل على النقاط الثلاث عشان تعطينا زي ما قلت لك ثقة أكبر ودعم معنوي أكبر. يعني شكرا لك. عفوا. إذا كما تابعت زميلي محمد